نظمت مؤسسة حياة كريمة برنامجا تدريبيا توعويا ل طالب من طلاب المدارس والجامعات بالأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج شمل زيارة ميدانية لمشروعات قرية الأحراز بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتضمنت زيارة عقد ندوة تعريفية عن مشروعات حياة كريمة الجاري تنفيذها بالقرية وكذلك التوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات وذلك عن طريق تدريبهم على المهارات الحياتية والزيارات الميدانيه وتسليط الضوء على دور مؤسسه المجتمع المدني في دعم المشروعات القوميه في مختلف المجالات كان دورنا ان احنا نستقبل الشباب اللي جاي ونعرفهم بالك... بالقريه وبالتطورات اللي حصلت اللي فيها ونفهمهم اليوم النهارده هيمشي ازاي ان شاء الله احنا استفدنا من التدريب ب... يمكن احنا دخلنا الأكاديمية الوطنية للتدريب خدنا تدريب عن تسويق الذات عرفنا ازاي ان احنا نزوق نفسنا ازاي نحفز نفسنا ومحدش يقدر ي... ياثر علينا بالافكار المغلوطه او بالافكار السلبيه ان احنا ازاي احنا ان احنا نفكر تفكير ايجابي وان احنا نقدر نستثمر نفسنا وطاقتنا وجهدنا في ان احنا نقدر ان احنا نعمل شغل على واقع الارض ونقدر نساعد الناس يمكن اكتر حاجه احنا بنحس فيها بال... ان احنا مبسوطين او ان احنا كده ان احنا نشوف الناس مبسوطه وبتضحك وحتى كمان احنا النهارده في زياره ميدانيه في كره حياه كريمه في في محافظه الالويه الكره احنا لما بنخش مثلا في قريه بنقدر نشوف المشروعات اللي هي حياه كريمه بتنفذها على الواقع من صرف صحي لخدمات صحيه لمشروعات كهرباء لمشروعات غاز طبيعي يمكن المشروعات ديت هي مشروعات خدميه بتمس المواطن من الدرجه الاولى ان هو بتقدر توفر له البنيه التحتيه ان هو يقدر يعيش حياه كويسه ويبدا ان هو يشوف البلد ازاي بتساعده ويشوف الخدمات والمشروعات اللي هي بتقدمها بتخفف <applause> الاعباء عليه النهارده في خامس يوم للتدريب في احدى كره حياه كريمه التدريب بصراحه كان مثمر جدا خدنا محاضرات عن تسويق الذات وعن تخطيط الاهداف وعن الذكاء الاصطناعي أه بجد المحاضرات كانت غنيه جدا بالمعلومات وكانت بتطرح تساؤلات كتيره في دماغنا أه هي مش بس بتدينا معلومات هي كمان بتاهلنا ان احنا نعمل سيرش ونبحث اكتر عن المعلومات دي عشان نوصل لمعلومات اكتر. استفدنا جدا بالتدريبات والمحاضرات وكان المحاضرين يعني عاملين مجهود أكثر من رائع أه بالنسبه لرابع يوم كان زياره المتحف القوات الجويه أه ده كانت زياره عسكريه أه بالنسبة لخامس يوم النهاردة احنا دلوقتي في قرية الأحراز التابعة لمحافظة الأليوبية حضرتك احنا دلوقتي يعني شفنا تطور كبير في القرية شفنا صور قبل القرية وبعد ما دخلت حياة كريمة حضرتك عملت تغيير شامل في القرية زي مثلا عملت الوحدة الصحية مكتب البريد نقطة الإسعاف نقطة الشرطة يعني تطور كبير